رجوع الأمور إلى نصابها وإلى ما وإلى قانونيتها وإلى ما نصب إليه. وشكرا. سي بن يونس، كنتم معارضا بجماعة التوليد، تطرحون سؤالا حول أسباب أو دواعي عدم تلبية طلبكم لدورة استثنائية. هذه الدورة الاستثنائية اللي طلبتوها بصفتكم معارضة اسمه المطالب اللي كانت. أي ماما ديال جاية. لا معليش نسمعوها الله يعطيك الصحة. احنا طلبنا دورة استثنائية لمناقشة بعض النقاط الملحة في المدينة اللي عيناها في المدينة. مثلا سي بن يونس. مشكل اسمح لي، مشكل الصحة. مشكل النقل الحضاري، مشكل الأسواق النموذجية. هذا المشكل بتاع الصحة، احنا كأعضاء نعيش هذه المشكلة مع الناس ونعيش المشكلة تاع المستوى الشخصي. ولكن تفاجئوا ان السيد الرئيس جاوبنا قال لك مشكلة حتى شي واحد. اذا نحن من نكون؟ احنا اعضاء في المعارضة نمثل الساكنة، وفي التالي جاوب الرئيس جواب غريب صراحة، غريب على القانون، غريب على الأعراف. نحن من نحن؟ بحال احنا ما كاينينش، احنا لا نمثل حتى انفسنا. نعم احنا كنقولوا باللي هناك مشكل في المجال في الصحه، وقلت لا ما اشكالي حتى واحد. اذا احنا اقزام ولا اشباع ولا ما عرفتش. الفكره وصلت السي بن يونس بخير. واش اسمح لي واش السي واش المشكل ديال الصحه؟ لا لا المشكل ديال الصحه ما كانش روح انا زميل. نعم خلي الناس يكملوا بعد عندنا وكاين فراغ. لا 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 نشوف احنا هنا جينا باش تكلموا ونسمعوا. واللي عنده شي سؤال هو اهلا وسهلا. احنا بالعكس احنا ضد التعتيم، ضد الجلسات السريه، ضد اي حاجه اللي ما تحجب المعلومه عن المواطن. بالنسبه للحفلات ديال السابق ايوا ما يمكن باشي الجماعه فين كانت في هذا؟ اسمح لي علاش باشي اش بن بشير هذا صحه الجماعه هذا خلينا نجاوب شوف غادي عليك اسمع. نعم وعيب وعار نعاود نقولها. الجلسه اللي كانت مهمه باش الجماعه تصيفطك كصحفي عند الجريده ديال الجماعه باش تصور الجلسات مفتوحة للعموم ما كتجيش. خليك تعمل هذا. واه علاش زعما التساؤل؟ دابا أستاذ مرحبا
السؤال ديالي وصافي يكملوا مرحبا يا صحافي اسمع لي مرحبا لي الله يجزيك خير مرحبا بك لا 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 خاوية لا 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 ما لا 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 والله ثم والله والله ما تصور من الدهاك مرحبا قال على هذا تشلا لا باغي نقول لك ها المستشار ضرب السي رشيد تبع كنت هذا المستشار ضرب لي انا تبع كنت جاوبنا ساقط فيه جاوبنا الله أصنع تيمان أنا قلت مشكورة ريح وريح إلتاس موجود الله الوالدين اللي بغاش يسلم انت تمثل الاعلام داخل الجبهه لا تمثل المكتب المسلم لا صحافي لا صحافي صحافي اتحاد صحافي اتحاد صفر صحافي لا صحافي انا ممثل الاعلام ديال جماعه الدوله انا عارف يا سي عدي علاش عارف شوف انت دابا انا مواطن ديالنا ما ضربكش ممكن ديالنا ممكن ديالنا انت ممكن ديالنا تكون في الاداره تكون في الاداره ما يجيش تكش السبب ماشي صفة بقى انا
ماشي القرار. لا ملعون ملعون لا لا علا قلت ما عندكش صحه النهايه ما قلتش كل ما عندكش صحه لا راه راه جاوب على راسي صافي شو ما شوف اخواتي الكوسي تما استمر في اللقاء الصحفي ديالنا كنعتذروا على هذا الشيء اللي وقع هنا مرحبا اي شخص اي اي فرد بلا
لا ممكن الصحافة ولكن مهم استمر في اللقاء الصحفي ديالنا. إذن كنا في مسألة ديال الدورة الاستثنائية اللي تم رفضوها من طرف مجلس رئيس المجلس واللي كانت التبريرات ديالها كما قال السي بنيوس التبريرات وهي ها هو الجواب هذا الجواب ديال يعني واحد ممثل ديال السكينة كيقول لك هذا الجواب ديالها وبعد علاقة إذن طرحنا كما قال ثلاثة النقط طرحنا مشكلة الصحة طرحنا المشكل ديال الأسواق النموذجية ومشكل ديال النقل الحضري ثلاثة كتهم المدينة كتهم الساكنة إذن وبعد علاقة الموضوع المرجع المشار إليه إعلام المتعلقين بطلب عقد دورة استثنائية طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي مهم فيما يتعلق مهم غاديش فيما يتعلق بالنقطة الأولى التي تهم واقع السحاب المدينة هانتوما سمعوا هذه اللي مهمة فإن مصالح الجماعة لم تتلقى إلى حد الآن أي شكاية من طرف المرضى أو داويهم أو أي جهات أخرى حول ما قد يستدعي تدخل المجلس الجماعي بشكل استعجالي لإدراج مشكل قطاع الصحة بالمدينة في دورة استثنائية. وكانوا قالوا لنا بعض الإخوة راه كان نائب برلماني سابق أسبق طرحها. إذن إحنا مشكل الصحة ماشي نحلو، كان وضع كارثي في المراكز الصحية وفي المستشفى، بغينا نناقشوها نشوفوا حل. إحنا ماشي لا نمثل وزارة، إحنا لم نطالب المكتب والمجلس على أنه يبني مستشفى، وإنما يراعي المشاكل اللي تعانت منها، وبعض الناس تعرضوا من أعضاء منا تعرضوا للمشاكل في المستشفى. إذن هذه أشياء اللي بغينا إحنا نناقشوها، ما بغيناش إحنا نطلبوا من عام سي. تذكروا المسألة اللي تعرض لها السي عويسي لو سمعت السي علي العويسي تعرض لإهانة داخل المستشفى الإقليمي بين قوسين في مدينة توليت، تعرض لإهانة من طرف الطبيبة اللي هالطبيبة اللي شهدوا فيها الناس قبل ما نشهدوا فيها احنا على انها المهمة تاعها هي تشكيب الناس، راها شكات بعدد كثير من الناس كان اخرهم السي علي العويسي اللي تعرضت خالته للاهمال داخل المستشفى وميحتج على الاهمال واحتج على غياب الطبيبة المداومة تما داخل المستشفى وشنو؟ بدل ما تلحق خالته وتعالجها ولا مشات جابت له البوليس وخرجوه من المستشفى بالبوليس وقدمت فيه شكايه في حقه شكايه لحد الان عرض امام انظار المحكمه مرتين عنده جوج جلسات داخل المحكمه. بالله عليكم واش هذا هو المستوى اللي نتعاملوا به مع المرضى ديال الساكنه؟ شكرا. مازال لا الرشاء منكم اخوان الحضور الكريم الصحافه نكملوا المعطيات ديالنا واهلا وسهلا ومرحبا. بالنسبه نزيد انا واحد اضافه لان احنا الهدف ديالنا كمكونات المجلس واعضاء اللي انتخبونا الساكنه ديال توليت نقصهم ينتظروا الناس حسين الحليم كيف يعقل انه ممثل ديال الساكنه اللي انا وياه شخصيا جلسنا مع وزير الصحه السي انس الدكوالي واعترف هو شخصيا انس الدكوالي الوزير اعترف على انه كاين خصص مهول ووضعيه كارثيه ديال الصحه في تاولات، كيجي الرئيس المنتخب اللي كنسميه انا رئيس فاشل وامام الله وامام الناس، لانه علاش؟ اولا لا يتواصل مع الساكنه،
ولا يتواصل مع المعارضه ديال الساكن ديال ديال المجلس اللي هي فئه منتخبه من طرف الساكنه. هنايا انا اعتبر على انه الرد اللي جا على المعارضه من طرف الرئيس بانها لم تتلقى شكايه، يعني الرئيس كيحسب راسو نيابه عامه ولا محكمه. هذا منتخب ديال الشعب لا يحتاج الى شكايه المواطنين. انا كمنتخب ديال الشعب كنشوف وضعيه كارثيه ديال المستشفى، انا واختي ومرتي واختك ومرتك وكلا كنمشيو للسبيطار كنلقاوه كارثي. وبهذه المناسبه ما كنحملش المسؤوليه للمندوب، كنحمل المسؤوليه للوزاره ديال الصحه، لانه كاين توزيع سوء توزيع كارثي في التوريث. اذا به كان من الاجدر ان المواطنين حيت هذا الرئيس تعنت وما باش يسمع لا للمعارضه ولا للمواطنين، نطبقوا الفصل 123 من القانون 113/14 اللي كينص 113/14 ياك هو هذا اللي كينص على انه من حق المواطنين باش يقوموا بعرائض حسب يعني النسمه اللي كاينه. يعني في توريث 400 مواطن نديروا عريضه ونتقدموا للجهات العليا، لان هذا الرئيس رئيس فاشل وما بغاش يسمع التطلعات تاع الساكنه، واول رئيس في التاريخ ديال توريث اللي كيدير المشاكل للبوليس وكيدير المشاكل للسلطه وكيدير المشاكل للعماله وكيدير المشاكل للناس كلشي. يعني السلطه خصها هي تاخذ الامر بالحزم وتوقفوا عند حده، لان هذا الرئيس رئيس عن جهه متغطرس كيحسب راسه انه قارون ديال توريث وماشي هذا هو اللي بغات الساكنه. وهذا هو تحياتي للجميع. جنحة جنحة تعاقب عليها، كيقول لك ما كاينش المشاكل وهي كاينه في السبيطار، هذه راه جنحة خصو تعاقب عليها. شكرا على هذه الفرقه الفيك نتاع على المدينه ديالك. كنشكروا الجميع والعوده ديالنا. اذا كانت اذا بالنسبه للاضافه بالنسبه للنقطه الثانيه اللي كانت كتعلق بالاسواق النموذجيه، يعني بحال المجلس تهرب منها، كاين احتكارات، كاين احتكار. حنا ما نناقشوش كنناقشوا التوزيع ديالهم كيف تم، كنناقشوش حنا المشروع كما كان الجواب ديالو. كان لك هذه نتاع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، يعني انها يعني حنا كنناقشوا طريقه التوزيع كيفاش توزعت. كاين الناس اللي محتاجين 5 4 6